بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتحدث عن مرحلة المراهقة وهي أهم مراحل حياة الإنسان. كنا بنتكلم على مرحلة التبويض والأعراض اللي بتصاحب الدورة الشهرية، وقلنا الإنسان الحكيم العاقل يعرف إن في دورة، الدورة دي بتبدأ بحالة نفسية صعبة جدا وحشة قوي مع الدورة الشهرية أو نزول الدم أو الحيض، وبتبتدي تتحسن لغاية نص الدورة الشهرية. يا ريتها نفسيا وبس، ده نفسيا ودمويا، يعني حتى في فترة النزف عندها أنيميا، عشان كده ما اتخلقتش لسه البنت اللي ما عندهاش انيميا، فالدم نزل، هي بتنزل من 100 ل 200 ملي دم، واحده بتنزل كوبايه دم كل شهر. اولا ما ينفعش تتبرع بالدم، تبرع بالدم يبقى هتموت، يجي لها انيميا خبيثه. يبقى هي دوبك شويه الدم اللي بتحوشه بينزل، شويه الدم بتحوشه بينزل، حتى لما تيجي تحمل شويه الدم اللي كانوا بينزلوا كل شهر ال 200 ملي بيتحوشوا على مدى التسع شهور بتوع الحمل، وتروح منزلها 3 4 لتر، يعني كان اللي حوشته طول التسع شهور بتنزله مره واحده. فزي ما بقول انه هذا المخلوق اللي بتتغير نفسيته في الشهر ما بين حاجه صعبه جدا نفسيا وانيميا وتعبانه ومجهده ونزيف وصداع وزغلله ودوخه والام في كل الجسم، في بعض البنات بتعض في الارض من الالم، ونعدي ده كله وتتحسن شويه تبقى كويسه، وبعدين لا تلبس ان تنهار مره اخرى، ثم تتحسن ثم تنهار. فعايزه حكيم، عايزة أخ حكيم يتعامل معاها، وعايزة زوج حكيم يتعامل معاها، وعايزة مجتمع حكيم يتعامل معاها. إذن المرأة مش مستعدة في كل الأحوال للحوار، ولا مستعدة في كل الأحوال للزوج، ولا المسألة صعبة قوي. طب المشاكل دي بتحصل أثناء الدورة، والمفروض إن احنا نعلم الشباب، نعلم الرجال، نعلم الناس يعني إيه دورة شهرية، ليحترموا طبيعة الخلقة، هي خلقتها كده والله العظيم. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية بتحب الذهب والزينة قوي، هو رمية مخلوقة علشان كده. أو من ينشأ في الحلية وهي في الخصام غير مبين، لما بتيجي بقى تتخانق وتنرفز ما بتعرفش تعبر عن نفسها، ما بتعرفش هي تقول اه وهي عايزة لا، أو تقول لا أو عايزة اه، يعني الدنيا ملخبطة خالص، ما انتش عارف هي عايزة ايه بالظبط. لكن مع ذلك المفروض ان انت بتطول بالك وتتعامل معاها. الفترة الألعن من فترة التبويض وفترة الحيض هي فترة انقطاع الدورة. فترة انقطاع الدورة دي لازم نقولها للناس، لأن دي بقى انهيار. إذا كان الإسترون والبروجسترون وهرمونات الدورة بيبنوا العظم، فانقطاع الدورة يعني تقليل الهرمونات، يعني هشاشة العظم، عظمها بيوجعها كله. إذا كانت هرمونات الدورة بتدي دهون تحت الجلد وتدي نعومة، فانقطاع الهرمونات يعني ذوبان هذا الدهن وكرمشة الجلد. لما الدهن يدوب يدي صهد وهب ونوبات زهق، واسأل أي واحدة عندها انقطاع دورة. على فكرة انقطاع الدورة ده بيبدأ قبل الدورة بثلاث أربع سنين ويستمر بعد انقطاع الدورة بثلاث أربع سنين، يعني فيها خمس ست سنين في النكد ده، هب وصهد وعرق وتقوم مخنوقة وعظمها بيوجعها وشعرها بيقع والدنيا بتتبهدل بتتدهور. يعني إذا كانت عايزة معاملة من نوع خاص وهي بنت قوية ربما لا يشعر بها احد عندها الدوره او ما عندهاش الدوره، اذا كانت في وسط اخوات صبيان، ولا اذا كانت شالت الحمل بدري، ولا والدتها توفت، ولا ما بحدش بيحس اذا كان عندها دوره او ما عندهاش دوره. انما اذا وصلت لسن الياس، لا بتتعب، عظمي بيوجعني، شعري بيقع، حاسه بصهد بهبه، مش قادره اقوم، مفاصلي كلها بتوجعني، بدوخ، اعراض انقطاع الدوره فظيعه فظيعه، كان الهرمونات وهي موجوده بهدله، ولما بتسحب الهرمونات بهدله. هرمونات الدوره كانت عامله لها مناعه وقوه، لما بتقل هرمونات الدوره مناعتها بتقع. طب اتعدي ده كله ازاي؟ سلوكيات صح بقى. هي بتعمل رياضه. انا شفت بنات وستات في السبعين والثمانين بيشتغلوا في الغيطان وبيشتغلوا في الاسواق، ما بتمرش شويه صداع وعدوا، ها شويه فلاشنج، شويه احمرار، شويه وعدوا، ها بتشتغل طول النهار وترجع بالليل تعبانه ونايمه. انما مين بقى بيحس بالالام المؤلمه الشديده دي؟ الناس اللي في رفاهيه، وناس ماسكه الريموت والمحمول واللابتوب، وناس في راحه وداعة، يجي الالام بقى بهدله بهدله. لكن الناس التانية اللي شغاله دي ما بتحسش بالالام خالص،
تحس بالام الدوره يا حاج؟ ساعات كده بحس بصداع، ساعات بحس برجلي بتوجعني. انما الشغل الكتير بيقوي الانسان. العمل علاج الانسان، كل ما تتعب جسم الانسان يدي لك نتيجه حلوه قوي، ولما تريح جسم الانسان يتعبك. في هذا الجيل في ناس مش عاوزه تقوم من مكانها، في شباب جميل عاوزنا نجيب له التواليت جنبه، ونجيب له الشاي جنبه، ونجيب له المشروبات جنبه، ها، ونجيب له واحد يدلكه، لو عايز يهرش نجيب له واحد يهرش له. مش هينفع والله، الحركه بركه. نكمل ان شاء الله في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.